حتمي نقدر نقول تكالبت القضايا والظروف الصعبة على الاتحاد؟ بالتأكيد، والاتحاد الآن بحاجة ماسة لشخصيات تدعم ماليا النادي لإنقاذ النادي. مبتعدين. أي هو الاتحاد ليس بحاجة الآن لمحامي، وليس بحاجة، لأن هذه حقوق أشخاص آخرين لم يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة. لذلك هذا حسم، ممكن قرار آخر يصدر الاتحاد خلال الفترة القادمة إذا لم يستطع الاتحاد تسديد بعض المستحقات المالية القادمة. نعم. لذلك الاتحاد ليس بحاجة تشكيل فريق، تشكيل لجنة، ظروف صعبة، بيان. ليس الاتحاد بحاجة لازم، حاجة لشخصيات اتحادية تضخ أموال لخزانة النادي للتغلب على هذه المشاكل. طيب نقدر نقول الإدارة الحالية الاتحادية تدفع ثمن الإدارات السابقة؟ بالتأكيد. ثمن باهظ جدا. بالتأكيد، إدارة الاتحاد الآن حالية تعمل وعملها صحيح، جالسة بعض المطالب المالية وأيضا بعض حتى الفريق على المستوى الفني عملت. لذلك هي تراكم إدارات سابقة، ما أعرف كيف الإدارة هذه تحملها أيضا الهيئة. نعم. ما أعرف كيف إدارة دبس النادي في كمية من الملايين ثم تمشي بدون أي محاسبة، بدون أي أصلا حتى استلام وتسليم للإدارة اللي بعدها. هم يتفاجئون بين فترة وفترة بقضية على نادي الاتحاد في الفيفا، وقضايا صحيحة، يعني ما في قضايا الآن نسحب النقاط، واللاعب من فترة يطالبهم حقوقهم. لذلك الاتحاد أنا أقول لك بحاجة ماسة، الاتحاد والنصر بحاجة ماسة لمن يدفع ماليا للتغلب على هذه المشاكل. مهما كان كلفت محامي وما كان شطارة هذا المحامي، لا يمكن بعض القضايا أن يخرج منها الاتحاد نهائيا، لأن قضايا حقوقية متعلقة بلاعبين. وليتك تتكلم عن مليون، مليونين، عشرة، تتكلم عن إذا كان قضية لحالها قضية اللاعب سوزا 34 مليون، يعني فما بالك بالقضايا الأخرى. هو أحيانا هي مؤسسات حكومية الأندية، فلما تحول لحق التجارب أو لأملاك خاصة انتظر مثل هذه الأشياء. الاتحاد كان عنده مجموعة اسمها مجموعة المستقبل أو مجموعة إجابة للاعب بالمبلغ الباهظ هذا. نعم. وأيضا لاعبين تعاقدوا معهم خلال فترة مشوا، وبعد أربع سنوات خرجت المطالب المالية موجودة. الاتحاد خلال الفترة الماضية لم يوفق في رئيس نادي إداري فاهم صح. نعم. ولا في إدارة تركيبة إدارية الفاهم في الاحتراف والفاهم في الأمور القانونية. لذلك قضايا الاتحاد الآن متراكمة، ووضع الاتحاد خطير جدا. نعم. إذا لم يجد من يمول الآن تسديد فقط، لا تبحثون عن موضوع مخرج من محامي ولا تسديد. طيب. حتى لا يتعرض النادي لعقوبات. أنت تدري أن نادي الاتحاد